فصل جديد من فصول خفايا ما يحدث في السجون السرية التابعة للإمارات في عدن. عادل الحسني آخر الناجين من تلك السجون استطاع أيضاً الخروج من عدن، وأعلن عن عزمه كشف كل الحقائق حول ما يتعرض له المعتقلون في سجون الإمارات في اليمن. بصمات الاغتيالات التي تنفذها عصابات أبو ظبي صنفين. في مقابلة له مع قناة الجزيرة قال الحسني إنه تعرض لتعذيب وحشي من قبل جنود إماراتيين ومرتزقة كولومبيين في سجون قال إنه لا يوجد فيها ضابط يمني واحد. الحسني كشف أيضاً أن أبو خليفة وهو الضابط الإماراتي المشرف على السجون السرية والاغتيالات في عدن عرض عليه أن يغتال أحد قيادات الدولة المقربين من الرئيس هادي. ملف الاغتيالات والتعذيب في عدن تديره أبو ظبي بشكل مباشر بحسب تقرير بازفيد الأمريكي الذي كشف عن توظيف أبو ظبي لشركات مرتزقة عالمية لتنفيذ برنامج اغتيالات مكثف يستهدف مواطنين يمنيين تعتبرهم أبو ظبي خصوما لها في عدن. تقارير دولية عديدة تناولت ما ترتكبه الإمارات في اليمن، كان آخرها تقرير الجارديان البريطانية الذي كشف كيف وظفت الإمارات قيادات في تنظيم القاعدة لتشكيل الأحزمة الأمنية في عدن وأبين ولحج، وهي تشكيلات مسلحة أنشأتها الإمارات كقوات منافسة للجيش اليمني. مؤخراً ارتفعت أصوات المنظمات الحقوقية والناشطين الدوليين حول الانتهاكات التي ترتكبها الإمارات في المناطق المحررة، بينما تحولت الحكومة اليمنية إلى مغسلة لتلك الجرائم عبر وزير الداخلية أحمد الميسري الذي نفى وجود سجون سرية للإمارات في عدن في تصريح له مطلع يوليو الماضي. بأي ذنب يؤخذ ويسجن ويخفى؟ بأي قانون على وجه الأرض يسمح له أن يخفي ابني دون أن أراه، دون أن أسمع صوته؟ بأي جريمة ارتكبها حتى يحكموا عليه غيابيا؟ لا نعلم أين هو، ولم نراه، ولم نشاهده، ولا نعلم أي قاضي، ولا أي محكمة، ولا أي سجن. فماذا سيقول الميسري لأمهات المختطفين اللاتي يخرجن كل يوم للمطالبة بالكشف عن مصير أبنائهن؟ وأين ستذهب الحكومة من المسؤولية القانونية والتاريخية لهكذا تبريرات؟